اهلا بيكم اصدقائنا في قناة رشا ونباتاتها. النهاردة هنتكلم عن نبات مهم جدا وفي ناس كتيرة بتسأل عليه، وهو صبار الالوفيرا. صبار الالوفيرا من النباتات اللي ليها فوائد عظيمة جدا للبشرة وللشعر، عشان كده كل البنات وكل الناس بتسأل عليه. نبات الالوفيرا من النباتات الحلوة، هي بس طالع عليها سمعة ان هي بتجيب طاقة سلبية. لا، ده كل ده كلام فارغ وملوش أساس من الصحة. صبار الألوفيرا من النباتات الحلوة والمفيدة، مفيدة في حاجات حلوة جدا وكتيرة جدا على فكرة، مش بس للبشرة، لكن داخلة في علاجات كتيرة جدا. أنا عايزة أقول لكم، كل النباتات دي، كل النباتات اللي هي الصغيرة دي، دي من أساس وحدة صبار. يعني أنا كان عندي وحدة صبار، وبعدين كل شوية تطلع ولدات بالمنظر ده. دي النبتة الأصل اهي، مطلعة ولدة، وادي ولدة تانية، وادي ولدة تالتة. النبتة دي عندي مثلا بقالها كذا سنة، مش كذا سنة ولا حاجة، يعني بتاع سنة ونص بس، عملت لي نباتات كتيرة جدا من صبار الألوفيرا. وبصوا، حتى النبتة اللي أنا بنقلها بتطلع جنبها خلافات تانية، علشان لما تكبر تبقى قد ديت، انقلها واحطها في حاجة تانية وتعمل لي نبتة جديدة. بس احنا عايزين نصبر عليها. طبعا انا عيالي بياخدوا منها علشان شعرهم وعشان بشرتهم والكلام ده كله، بس برضو مش معنى كده ان انا النبتة دي هفقدها، لا مش هفقدها خالص. حتى لو خدوا كل الاوراق اللي حضراتكم شايفينها ديت، انا هسيب الجدر يطلع لي خلافات. طيب ازاي نطلع الخلفة دي؟ النهاردة احنا بنعمل الفيديو ده عشان اوري حضراتكم ازاي اخد الخلفة دي واحطها وتبقى نبتة جديدة من الصبار الالوفيرا. دلوقتي هنوريكم بتتقلب ازاي. اهو احنا طلعناها وقلبناها من القصيص، واهي النبتة مطلعة ما شاء الله كتير. احنا عايزين ناخد الخلافات اللي طالعة دي الصغيرة دي. ادينا طلعنا واحدة اهي. بص الجذور في النبتة حلوة ازاي وكتيرة ازاي. ودي كمان اخدها بالراحة، احاول اخد جزء من الجذور بتاعتها وازرعها فيها. طبعا انا مش هفقد النبتة الام، لا انا هرجعها تاني في القصيص بتاعها. وفي حاجة مهمة جدا، اي نبات ازرعه جديد او اخد منه لازم ارويه في ساعتها، علشان النبتة ما تروحش مني، عشان النبتة ما تبص مني وتروح مني لازم ارويه. تمام، كده النبتة رجعت تاني، وانا اخدت منها تلات نبتات اهم، هزرعهم في القصيص ده واقفل عليهم كده. طبعا في تربة انا مجهزاها قبل كده ورويها. ودي هتطلع لي ان شاء الله نباتات تانية من الالوفيرا، هتبقى الشكل ده والشبه ده، وهيطلع لي برضو خلافات. اكسار الالوفيرا دي حاجة سهلة جدا. في حاجة تانية برضو للاكسار الالوفيرا عن طريق الورق، بس دوت بياخد وقت، بياخد وقت كبير جدا. يعني انا اجيب ورقة من نبات الالوفيرا كده، وما ينفعش ازرعها وهي كده، لازم اسيب الجرح ده يلتئم الاول. يعني ايه الجرح ده يلتئم الاول؟ يعني لازم يقفل وما يبقاش فيها سائل زي كده، وبعدين ازرعها في التربة كده. لكن دي بتاخد وقت كبير جدا. احطها في التربة بالشكل ده، وتبقى في التربة بالشكل ده. بس انا عملته دوت طبعا غلط، علشان هي لسه جرحها ملتئمش. يلتئم ازاي؟ يلتئم زي ده. بص ده احنا قصيه منها، وادي الجرح بتاعها اهوت التئم، شايفين ده برضو التئم. تمام، فاحنا دي نستنى عليها
اول ما ده ينشف من تحت السائل اللي جوه ده ينشف، ينفع اغرزها في التربة، لكن هتاخد وقت كبير على بال ما تطلع، غير ما بتطلع من الولدات ديت اللي هي بتكون بجانب الزرعة، بتطلع ولدات بالمنظر ده وبتبقى بالشكل ده. نبات الالوفيرا من النباتات على فكرة، هي صبار وشمس، لكن لو حطيتيه في شمس جامدة قوي هيصفر منك. يعني زي ده مثلا، ده انا كنت حطاه في حتة فيها شمس قوي فاصفر بالمنظر ده، فروحت نقلاه. اول ما تنقليه في حتة فيها ظل هيرجع تاني اخضر ويبقى زي الفل على فكرة. فنبات مش محتاج مجهود، مش محتاج عناية، مش محتاج ارهاق، انت بتزقيه كل اسبوع وهو ما شاء الله شغال وعايش وبيعمل اكسار وبيطلع من النبتة واحدة كذا نبتة. ده كل حاجة عن النبات الالوفيرا وازاي طريقة اكساره، ومش محتاج مننا عناية ولا محتاج كل يوم يتزقع. يعني لو سافرش وسبتيه مفيش مشكلة، مش هيجرى له اي حاجة. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد، وانا بشكركم جدا على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.